السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم أخواتي جبنا نوع من أنواع الحوت نديرو به طبق. هذا النوع تاع الحوت سموه لالوت ولا ضفدع البحر، كل واحد ولا كيفاه يسميه، عنده عدة أسماء. وهذا النوع تاع الحوت يعيش في القاع تاع البحر. هذا الراس نديرو به بويون، وهذه الهبرة هذه ها هي نديرو بها يا في الكوشة يا نديرو لها صوص، يا كل واحد كيفاه يطيبها. هذا نقطعها طرونشات ونديرو في البابي دو كويسون، نلوو في البابي ألومنيوم ونديرو في المقلة. وهذه زانغريديان، ها الحوت، عندنا مطارد، فلفل أسود، ملح، فلفل أحمر، زيت الزيتون، بطاطا نفوروها ونحمروها في كوشة مع فلفل أحمر وفلفل أسود، الخضر عندنا فلفلة حمراء، ثوم، بصل، طماطم. بطاطا ندوها تفور هاهي، نفوروها وبعد نديرها في كوشة مع الزبدة وحبة كحلة وفلفل أسود فلفل أحمر. زيت زيتون، فلفل أسود، ملح، فلفل أحمر. خلطة قليل من المطار، قليل من تحت. لويس فلامين خلي منه ها هذه النقلة حطها هنا ولا ديري في الفرن. الفرن يجي ناشف وهنا يجي مليح. قلبيه قلبيه قلبيه. زيت، ملح، فلفل حمرا، ملح،
نديرها في الفرن ونشوف نحمرها. اخواتي عندنا هذا الموطارد مع حبة حلا مع عصائر قطرة تاع الليمون مع زيت الزيتون. نخلطوا هذه المواد مع بعض. ملح، قليل من الكمون، نحطو هذا مع بعض، ها هو السمك اللي بنا في المقلة، السمك لوط، هذا كيخرج. قطعناه الى قطع مع زيت الزيتون وفلفل اسود، قليل من المطارد، هذا ها. خير ما ديري في الكوشاجي ناشف، ديري له بابي دو كويسون الالومنيوم في مقلة فوق الكاز على نار قليله، ورشة فلفل اسود. التوم ما ديريهلاش، التوم ينحي له النكهة. هذه بطاطا اللي بناها في كوشة، فيها فلفل احمر، فيها فلفل اسود، رشة ملح وزبدة وزيت. هذا جلبان حمرناه بالزبدة، نديرو على الوجه. وهنايا عندنا صوص طوماط مع البصل اللي ذكرناه، وهنا كاين هريسة خدمناها مع بعض في واحد الحلقة فاتت. نقدمو في الطبسي، نقدمو في الصحن ونوريو ليكم. نضيف السمك، سمك لوط هكذا، ها هو كي تحمر. خير ما ديريه في كوشة، وهاديك لاصوص اللي قعدت هنا في الكاغب كبيها فوقه. هو نكبو فوق هادي مارينات، هادي زيت الزيتون والبارد وفلفل اسود، نديروها فوق هنا هاهي. نزيدو الهريسة هنا هكا عشوائي، وهذيك لاصوص طوماط نحطوها هنا في الجوانب. الأخير جا الطبق تاع سمك لوط مع البطاطا محمرة في الكوشة بالزبدة والفلفل الأحمر، والجلبان ما تنسوش الاشتراك، ديرونا صابونة.